Jim, Jim. Elizabeth, Elizabeth. عبد الله مسك الزمر ماتون. فلوس قدامك يا ابو ورد. اعد لو انت فاضي. يلا بس يلا. استنى 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 لسه بالنا كلام كتير. ابو ورده عايزها دم خليها دم. ولا اسكت. انا عايز دم واحد بس. لا لا سيبوه اسحبوا النبي سيبوه. ايه لازمتها النمره دي يا ابو ورده؟ الفلوس اهي ومعاك والطار القديم وخلص واحنا مش عايزين نجدده والا كان زمانك شايف دلوقتي رحيم معانا. مين قال لك ان انا مش عايز رحيم يبقى معانا؟ سيبوه اخلاص يا بنت. يا ريت كان جه عشان ياخد عايز اخوه. يا على ابو ورده ولو عايز فلوس تاني اجيب لك. انا خدت اللي انا عايزه. يا على ابو ورده كده ما ينفعش. ازاي تبتدوا من غيري؟ امينه هي اللي قالت لك كده؟ امينه يا باشا كانت قاعده ما بتتكلمش. المؤاخذه يعني اللي كان بيتكلم هو سيد بس كل كلمه كان بيطلعها من بقه كان بيبصها لها بيأمن عليها كده بعينيه يعني كانها هي اللي محافظاه بالظبط. يعني هو اللي قال لك تقتل رحيم؟ الكذاب مش راجل يا باشا. ايوه يا باشا سيد هو اللي قال لي اقتل رحيم يا باشا. بس حق الله انا ما كنتش هنفذ باشا. انا كل املي في الدنيا يا باشا ان انا اجرح رحيم طرح بسيط كده يعني اعلم عليه لكن اقتله لا. ماشي يا خميس هتطلع من هنا على النيابه بس قسما عظما لو كلمه واحده قالت على اللي اتقال هنا هتقضي بقيت عمرك في السجن. عمر يا باشا. حاضر. عماد جيت في وقتك يا عماد بيه. ايه ده يا ابو ورده؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ الله ده انتوا متفقين مع بعض بقى. انت جاي تشمت فيا يا عماد؟ هي الشماته حلوه وانا بحبها جدا بس مش ده اللي جايبني دلوقتي. امال ايه اللي جايبك؟ تلاقيك انت اصلا السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. جاي علشان انتوا اهلي وناسي اللي ما ينفعش اسيبكم في لحظه زي دي. يا حنين. وبعدين انتوا عايزين الناس تقول عليا راجل مش اصيل؟ ترضاها؟ الواد ده كل عليا بضاعه ولو سكت فضحت هتبقى بجلالي. حقك بس اللي عمل الواد ده عندي. ماشي يا عم عماد. حلو حلو بجد. انتوا فاكرين بقى اللعبه دي هتدخل علينا؟ انا من الاول قلت كده الحكايه دي كارفه حاجه وحشه. طول عمرك كده يا حلمي نيتك وحشه. بقى ده جزاتي عشان جاي انقذكم واخدكم معايا. خلاص يا بورد كل اللي عملوه ده عندي انا. احنا اتفقنا هيمشوا معاك بس ما قلناش هيمشوا ازاي. انا قلت هيمشوا معايا من غير ما حد يلمسهم. ماشي يا عماد بيه. خلصتوا المسرحيه؟ ننزل بقى بالستاره عشان نشوف اخرتها ايه. عشان انا عارف ومتاكد اخرتك معايا يا عماد. انا مش عايز منك حاجه يا حلمي. اي نعم في بينا مصانع الحداد بس انا عند الدم بقف لان انا مش بحب الدم وانتوا عارفين كويس ابو ورده كان ممكن يعمل ايه. دم كتير كتير. خلاص يا ابو ورده خلاص اللي تشوف. اوكي يلا اتفضلوا عشان تركبوا معايا. يلا ولا عايز تقعد؟ يلا. استنى مني تليفون. يعني عايز كام جارد يا سيد بيه؟ مين قال عايز جاردات؟ انا قلت عايز جاردات؟ انا عايز تريلات، عايز وحوش يحملوا القصر والمركب دي ويتحركوا معايا في كل مكان. صل على اللي يشفع فيه. اللهم صل عليه. انا عندي رجاله بس هيكلفوك كتير قوي يا سيد بيه. كلفوا زي ما يكلفوا، اهم حاجه يكونوا مضمونين ورجاله. اي راجل ابعتهولك انا اضمنه برقبتي. اتكل على الله. بالاذن يا باشا. إذنك معاك.
زياد؟ ازيك يا خالد؟ تعالى من امتى؟ انا هنا بقالي كتير. ايه طفشان من البيت ولا سيد ضايقك زي كل مره؟ العادي يعني. بتتكلم ياد في ايه؟ سيد مش هيشتم فينا كلنا، بس انا ما سكتلوش. جدع الله يحرقك يا سيد. وهو ماشي يشتم فينا كده طول الوقت؟ هشام هو السبب، جايله واتخانقوا مع بعض. وهشام كان جاي ليه؟ كان جاي ياخد من دروبي 500,000 جنيه. 500,000 جنيه؟ ليه؟ حازم باب مفتوح؟ اه شكريني يا عماد بيه. ده اقل واجب. المهم تكون المدام بخير ومحدش اتعرض لها. لا الحمد لله بخير. اوكي انا مستني. مستني ايه؟ قول لي بقى ليه كل الفيلم ده؟ أبدا زي ما تقول كده صعب عليا تموتوا بإيدين واحد زي أبو وردة، وقلت إنكوا لازم تموتوا على إيد حد أشك من كده شوية. عماد إحنا اشتغلنا مع بعض كتير قوي، طلع اللي جواك. اللي جوايا؟ اللي جوايا أدي اللي جوايا. تهيألي ده يغطي مصاريف بنتك مش كده؟ الله ده انت عارف كل حاجة اهو. ابدا عايزك في شغل وده العربون. وزرفات العربون مش مردود يا صاحبي. حلمي ما تفكرش غير في بنتك وبس. الحمد لله على السلامة. باي.